السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله زينين بأحسن حال طيبين. طبعا اليوم مثل ما تشوفون عندنا اللعبة كرة سلة الشوارع. طبعا مثل العنوان أتوقع مبين، كرة سلة الشوارع. اللعبة ببساطة حلوة، عجبتني شوية، تدربت حتى أعرف الدقم الشغلات، لأن صراحة إذا طب وما تعرف الدقم يعني على شنو طاب صراحة. شو مع العلم شوية بيها صعوبة شوية، يعني ما يعني لاعب سلة قبل، بس مو هواية، مو ذاك الشيء كلش كلش يعني. طبعا بسم الله، هلا جول. طبعا حاليا بدنا ننتظر ناس المفروض يجون. طبعا احنا بما يجون الناس اكيد لازم نحمي، وهذه جول. لا ما دخلت. اوكي يا شباب، اخيرا بدأ الجيم. ما ادري يعني هلا ما كل لعيب بهاي اللعبة بحيث يخلوك تنتظر كومة وقت حتى يبدون الجيم، صراحة شيء مو واقعي. شوي طول حتى بدا الجيم ومشي نوعا ما ازعجني. يلا بسم الله. طبعا ويانا احنا، طبعا المفروض فريقنا اربعة والفريق ضدنا، لا احنا ثلاثة والفريق ضدنا ثلاثة، سوري. اوه والله هذا اللاعب ابو الاخضر هذا ماكو نخلة، مو لاعب والله. حلوة، جولك زاكتر، جولك زاكتر، نايس شيل. اما ما ادري يعني صراحة شوية تدريب وجينا قومنا. يلا لا ما لحقت ما لحقت. المشكلة الكنترولر، يعني اللعبة هواي أشياء تنقصها، ينقصوها الواعيب، ينقصوها. دقيقة خلينا نركز باللعبة. هاي سويت توديها هناك، ومن هناك هناك ينقصوها الواعيب، وما دا تشتغل ويا الجوستيك. ايش قد حاولت ما دا تشتغل، ايش اسوي لها يعني صراحة؟ لان هيك العاب دائما الالعاب الرياضية يعني ما تلعب الا جوستيك، ما تلعب بالكيبورد، يعني تصير صعبه. كوما حلوه، طيت باس، بس لان ما مرت تعطي باس، لان هم صراحه ما يعطون باس، بس انا اعطي باس دائما، احب اساعد. اما اللي وياي غير، ما يصدق جت الطوبه. حلوه، جول، والله ما توقعته. حاليا احنا فايزين 6-5، نايس. والله ما توقعت حجيب الجول. مع العلم انا يا اخي ام بي اي اشوفها حلوه، بس هاي تكون لعبة سمبل. ما ادري، احسها انه اذا تلعبها تصير حلوة يا اخي، يعني مو كلش معقدة. حلوة، لا تقول لي جول. الله الله الله، دونت تاتش مي، والله العظيم ما ادري شلون. احتراف، هذا احتراف. حلوة، لا ليش مصديتها هاي؟ صدق يحجون؟ اوكي شدها نص الصوت طبعا. لا ما قصدت، ما قصدت والله. حلوه حلوه، جابها جول، ما قصدت اضربها منك يا اخي، اهدفها. بس عموما يعني نايس، صار لي مثل الاسيست، المفروض اسيست بالحظ هذا. والله شد اسوي ما ادري. مو مشكله، ايه حلوه، هذا جولي. لا ابو الاخضر ايش اسوي؟ سوي اي شيء، احميني شيء. حلوه، جولي، لا جول ابو الاخضر، نايس. ما ادري، حسيت طاب الوهله يمي. شلون يعني هو خلقنا عقرد، يعني شو اسوي له؟ حلوه، لا لك ما تقدر، لك شيل شيل جول شيل. ايش قد ما يعطوني اللي ويانا، بس انا مع العلم قاولت المفروض اكثر منهم. المفروض انا وابو الاخضر دي نتنافس، اما ابو الاسود فاتوقع ما اكثر شيء، ما دي ركز على القواله. حلوه طابه يمي، مو اي حلوه. ها ما تقدر اقول شت باع حسام، مطيته باص مثلا. لا هو لو يموت ما يطي باص، هي هيك يعني يجازف ولا يطي باص، انانية عندهم. اوه يعني عالهم عادي، ما حط باص. لا لا غلطت عادي، غلطة محارب هسه صححها. ما اسوي لها باست. ها ها حلوة، شيل قول. 20-16 يعني ان شاء الله نخسرهم خسارة قوية. لا تخليه قول، احمي احمي. لا والله ها دفعها. لا لا عاد لوني، والله ما حسيت دي يجلدون بينا كانوا. اي ابو الاسود روح، يلا يلا قولهم زين. لو ما مقول كان والله ايش فكه مني.
يا اخي روح سوي جارد يا اخي سوي جارد هيك ها لا حلوه شنو اخي صداني كم وحده لا هذا يجيب من جول ما تقدر ما تقدر قاعد يلعبون ب حلوه الله الله ابو الاسود من يطي انقول ابو الاسود من يطي انقول حلوه ها فزنا لا ما ادري ايش صار فشي صار غلط احد سوى ها هم الفايزين علينا ما علياني حلوه ابو الاخضر سوري اللي هو فور ما ادري ايش اسمه هو اللي سوى شيء غلط ما ادري ايش سوى قولوا لي يعني يعني خبرته شويه محدوده بس هلا صراحه حلوه لا تسبقونا بنقطه تقدر لها سدد ابو الاخضر لك انت قوي لا تصير غبي حلوه حلوه فزنا لك ابو الاخضر هو الكينج ابو الاخضر هو الكينج يابا اطل ام في بي ابو الاخضر 50,000 مره سكوران قولت 10 اكثر من ابو الاسود ابو الاخضر قول 14 جول الثاني اللي هو ابو الاسود قول 8 جوال انا قولت 10 جوال بس عنده اسيست هواي ابو الاسود لان سوالي اسيست اذا لاحظته والله قيم حلو اللعبه الناقصة تشتغل ويا الجوستيك ماتي حتى احبها اكثر بس قلت لكم هيك العاب يحتاج تلعبها ويا الجوستيك ما تقدر تلعبها بالكيبورد لان راح تتعب كلش صراحه لانه ما راح يعطيك القوه الكامله اللي تقدر تواجه اهل الجوستيكات فبس كانوا ياكم كابتر فون لا